السلام عليكم الدراري، كيراكم دايرين؟ كنتمنى تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد، في فلوق جديد، في نهار جديد بطبيعة الحال. المهم راني هنا دابا في الجردة ديال سميتها لالا عيشة، اللي جاية في الزغنران في اقليم الناظور. هاد البلاصة يعني جردة زوينة واعرة، كنت كنستنى هنا واحد الصديق. المهم دابا غادي نطلعوا للجبل ان شاء الله، وكنتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. وقبل ما تكمل دير لايك ودير ابوني الى مازال ما تابونيتش في لاشين، وفعل الجرس باش يوصل لك شي جديد. وان شاء الله من القدام راه كاين ما احسن، كاين شي حاجه زوينه ان شاء الله. المهم دابا غادي نشدوا الطريق حتى نوصلوا للجبل، يعني حتى نوصلوا للبلاصه فين غادي نمشيو. تما غادي تشوفوا وغادي تعرفوا البلاصه كي دايره، وغادي تعرفوا على بزاف على ديك المنطقه وكل شيء. يلا تابعونا حتى الاخر ديال الفيديو وان شاء الله يعجب لكم الحال. المهم الخوت يلا وصلنا للطريق، دابا نشدو الطريق للجبل. ها الجبل يلا عاد خرجنا من يعني المدينه فين كاينين الناس، دابا غنشدو طريق للجبل على رجلينا. عجبني هذا الديكور، هذا الديكور عجبني بزاف واعر، غنحاول نصوره ولا شي حاجه من داك القبيل. والاخوان لقيت هنا واحد الغار، واخا صغير المهم غنحاول ندخل فيها نشوف، داير بحال اللي بناوه تما فهمتي. المهم غندخل غنشعل هذا الضو، غنقلب الكاميرا وغندخل. ما طويل هاد الغار، غادي تغبى تما. والله لا طويل، غيكون تما شي غور. بسم الله ما كنشوف والو. والله لا طويل، واه جا صح. اجيب جيب فلاش، جيب. لا غير فلاش. والله ما كيبينش هذا. لا لا الطريق بعيد. أرجع أرجع. جيب جيب فلاش، جيب فلاش، جيب التليفون. تروح أصح. وصلت لواحد البلاصة يعني باين كانوا فيها البشر، يعني كيتريبيو هنا. هاد البلاصة نقية بزاف، هي نقية، يعني بنادم كيتريبي يقدر يبات هنا. يعني واحد البلاصة زوينة لقيتونا، يعني هاي أول حجر، الحجر هنا باين باللي هنايا كان هنا شي قيتون. المهم مازال يلاه بادين في الطريق، مازال كتسنى طريق طويله لقدام باش ما نضيعوش الوقت، باش ما نجلسوش في هاد البلاصه. نمشيو فين غنلقاو البلاصه الزوينه ونجلسو تما. قالوا لي كما شفت في المابس، وكما قالوا لي كاين هنا واحد الواد فيه الماء بزاف، ماشي بزاف ولكن المهم فيه الماء. قالوا لي راه غتسقي منه يعني واد زوين، منظر زوين. ايوا حنا راه ضروري ما نقلبوا عليه حتى نلقاوه ان شاء الله. لقينا واحد الملعب ديال الكره، او بطبيعة الحال راه نوصلوا تما نوري لكم الملعب ديال الكره. يعني جا واعر، عرفتي واش تلعب كره ولا دير رياضه سبور في الطبيعه غتجي شي حاجه واعره. ملي شوف هذا الاكسجين كامل وداير الكمامه. المهم الاخوان ها الملعب وها الجبل، يعني تلعب كره في وسط الجبل شي حاجه واعره، يعني شي حاجه ما اش نقول لكم. ماشي شي ملعب ولكن بنادم يلعب هنا، الدراري يقصروا بيناتهم. المهم حتى نطلعوا شوفوا ما احسن، نقلبوا على ما احسن. اليوم راه مغامره ان شاء الله تكون زوينه، ما عرفناش فوقاش نمشيو للدار، ولكن ان شاء الله مغامره غادي تكون زوينه بحول الله. يلا بقاو معنا حتى لخر الفيديو باش غتعرفوا شنو غيوقع لينا هنا، وباش غادي نمروا وشنو غنلقاو في الطريق. الاخوان الدراري سمحوا فيا، ما عرفت فين راهم، هم سبقوا قالوا لك حنا نسبقوا. انا كنت كنصور العيه
وهما سبقوا، دابا خصني نلحق عليهم. راه هما راه كنشوفهم دابا. المهم تلقاو عاوتاني شي بلاصه زوينه ونتحركوا ليها. غاديين لواحد البلاصه والطريق ديالها ما عارفينوش اش غادي. بسم الله توكل على الله وسير سير في يد الله. الدراري سابقيني وانا اللي باقي اللور، حيت كنصور كنتلاها كنصور منه ومنه، ولكن هما دايرين يديهم جيبهم وغادي ما مصورين ما والو. انا ما راه كيديروا شي فوتو هكا اللي بيناتهم. وهانتوما الاخوان هكا صرات الجبله. هو كنقلبوا عليه، عرفتوا علاش كنقلبوا؟ قروده كنقلبوا على القروده. وو ايت على القرد، ايت على اخوتك القروده اخوتي وايت على اخوتك القروده. وتبانا وبان عليك لامان وتبانا القرد. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. هما الاخوان شوفوا المدينه ديال الناظور، اقليم الناظور كامل كيبان منا. الناظور ها هو الزغنغن مور هاد الجبل، هادي كامل الزغنغن، وهذاك ناظور المدينه السونتر. قريب نوصلوا للقمه، ومن ان شاء الله غادي نوريو لكم ديك البلاصة، يعني الناظور من هذيك البلاصة، وغادي تجي إن شاء الله حسن من هنا. و ها البلاصة فين البلاصة الجبل، ما كاين غير الجبل غير الجبل الجبل. هذيك البلاصة الديور قدامين بزاف، غنمشيو من تما بطبيعة الحال تما شي دراري، ولكن حنا ما سقناش في الدراري. إخوان سحاب لينا وصلنا لهاد القمة، ولكن تصادفنا أنه قالوا لينا الدراري شي تلاقينا هنا شي دراري عندك الديور، جاو من جاو لتما وصافي ضربوا حتى هما واحد الدورة. قالوا لينا باقي لكم بزاف، يعني هاد الجبل ندوزو عاد. ناري عصام كنسرنا كنسيرا برا مع لونطريم، على ما بان ليا الخوت محان وصل الكروكو دائما كيقول على ما بان ليا الجوع. لا غاديين غاديين الجوع واصلين واصلين. هذا المشكل الجوع والقروده بغينا نشوف. شوف 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 منظر واعر، نهبطوا ليه نصور عايز. المهم الاخوان هبط، درت شويه التصاور واحد جوج تصويرات، وغتلقاهم في الانستغرام. هادشي علاش كنقول لكم ديما سيروا الانستغرام، غتلقاو فيه اللي ما غاديش تلقاوه في اليوتيوب. دابا غادي نمشيو نقصيو، راه فينا الهيمري ماشي الجوع، شي حاجه اكثر من الجوع سميتو الهيمري. غادي نقصيو ناكلو شي شويه وغادي نكملوا طريقنا ان شاء الله. المهم الخوت كلينا قصينا الحمد لله. دابا حنا طالعين، باقي طالعين عاد في الجبل. ايوا واش نقول لكم، ان شاء الله غنلقاو ديك البلاصه وصافي اللي بغينا نمشيو عندها ان شاء الله ان شاء الله. ايوا نتمنوا من الله يوفقنا وينجينا ويحضينا من هاد الجبل. ما نعرف مازال ما عارفينش شنو غنلقاو هنا، راه يقدر تخرج معنا شي حاجه، يقدر لا
ما حنا لا فات مسكيت اسي والله العادي ما تبلوكيش هكا قاعد حنا لا اوه المهم حنا غاديين على مولانا دابا الخوت ما كندير لكمش بزاف د السينيماتيك حيت هنا في هاد البلاصه ما كاين ما نصور ما ندير لي سينيماتيك كاين هنا الجبل منطقة زوينة ولكن كون كانت شي كاميرا وما كانش الضباب كاين الضبابة يعني ما تشوف والو شوفوا مورايا محال واش تشوفوا شي حاجة تقدروا تشوفوا شي حاجة الدراري راهم كيصوروا أنا مازال طالع عرفتي كرش عامرة وطالع على رجلين أخويا راه الموت ووهو شفت واحد المنظر زوين عجبني شفتو من بعيد كنقرب ليه ما عرفتش المهم راه باش تعرفوا أنا كاين هنا بنادم وصل هنا بنادم النار كانوا شاعلين هنا النار المهم ها هي المنطقه ما عرفوش غتبان لكم غندور غير ما عرفوش غتبان لكم الا بانت لكم البانت لكم هو هذاك ما بانت لكمش غنحاول نصور في لي سينيماتيك واخا الضبابه اخوان وصلت لهاد البلاصه عجبتني قلت غنهبط هنايا ونوريها لكم بطبيعه الحال اي حاجه كنشوفها كان الا وكنشاركها معكم السي عصام والسي بارا راهم كيتسارعوا حتى هما وكيتقاتلوا معنا وعصام كما العاده راه الفيلم تلاح باش نعلم لكم فيلم ديال هذاك الفيلم اللي درناه راه تلاح في لاشين ديال عصام كنت خليتها في صندوق الوصف المره الفايته وغنعاود نعاود نديرو عاود ثاني وان شاء الله غيكون غيعجبكم الفيلم كنتمنى تدخلوا تما وتحمروا لينا الوجه قدامهم وتابوناو تما في لاشين وتدعموهم ان شاء الله راه الدراري مزيانين العمر هذا المهم تمشينا بان لينا بحال واحد الغار هنا وبالصدفه وصلنا هنا لقينا كاين الماء كنسمع الماء اسمع لا والله الا كاين الماء الماء بسم الله كيخرج منا الماء هادي دايره بحال الماء بحال شي غار ولكن كيفكي فيه الماء لداخل انا واحد الحاجه واعره والله ما المهم الاخوان راه كما كتشوفوا الماء كيطلع من العين لداخل نقدر ندير واحد جوج خطوات باش نوري لكم شنو كاين تما الا ما هبطش غنحاول انا نمشي تما يلا المهم الدراري راه غنحاول ندخل لهنا لهاد الغار ويا فين كاين هاد الماء وما نعرف الله ها فين كيف منين كيخرج الماء كيخرج الماء من لداخل ها كيفاش داير هنا بحال الشق ها كيفاش داير ها الماء هذا الماء كيبان نقي بزاف الماء هذا Over the edge feel like I'm floating through the air The pain I felt is paid for all is said and done Oh I am restricted fixed upon the web I need to kick the habit that my mind is breathing in Break out I've got to see وكنسمعوا الكلاب عصام الكلاب والكلاب عصام ويمكن هنا شي واحد ثلاثة الكلاب الاخوان ويهجموا علينا يمزقونا دراري ان شاء الله يا ربي وصلنا ما فينا ما نزيدوا والله العادي الخوت الله وصلنا كاين هذيك القلعه غادي نمشيو نشوفوها ما نعرفش يقولوا قلعه كنسمع قلعه شفتها في مابس يعني في جوجل مابس لقيتها قلعه وما نعرف حنا غادي نمشيو عندها وغادي نشوفها بقاو معنا باش تشوفوها حتى نتوما معنا بطبيعة الحال
هي القلعه راه كنشوف فيها، ولكن الاخوان ماشي ضروري نوريها لكم دابا حتى نوصلوا. نوصلوا تشوفوها مزيان، شوفوا كي دايره، نوريها لهم من عيسان. يلا شوفوا معايا في واحد النظره خفيفه على ما نوصلوا. هاي راهي، هاي القلعه فين هي الفوق. الخوت اش غنقول لكم، القلعه كانت كتبان ليا قريبه، كنا وصلنا ليها عرفتوا ولا قتلاتني الطريق. باقي لينا عاد الوقت، باقي بعيد عاد. اوه وليني عندها الطريق برا، عندها الطريق البرد. واه عندها واحد الطريق شويه صغيره، مي غندوزو من تما باش نوصلو. عينا والمغرب ما بقى والو يودن، وحنا بعادين بزاف على المدينه، يعني بزاف ديال بزاف ديال المعقول. او اش غنقول لكم، ما حنا على رجلين بعيد بزاف، راه ما نقدرش نوصلو في الوقت، ولكن حنا غنغامرو مع هذا الشيء اللي بدينا. بطبيعه الحال خصنا نكملوه. شنو قلت بارا نكملوه ضروري باس فهمتوا. ايوا دابا خصني نطلع، خليوني نطلع حتى نوصل ونصور لكم ديك البلاصه كي دايره. كل شيء يعني، ونصور حتى الجوايه هكا من الفوق، هذا ان شاء الله زوين. المهم الاخوان وصلنا للقلعه. اصحاب لي كي دايره هذه القلعه، ولكن القلعه كبيره وقديمه، ماشي كبيره وانما قديمه، يعني عارفين باللي قديمه. هذا الشيء ديال العهد ديال الاستعمار، يعني هذا ماشي قلعه، يعني كانت قديمه، يقدر في ديك الوقيته تكون قلعه واعره، ولكن في هاد الاونه تهدمت كامل، تهدمت بزاف. غنحاولوا ندخلوا ليها، ندخلوا نطلعوا شنو كاين تما بطبيعه الحال. هو ما كاين والو، هاي كي دايره. ايوا دابا نشوفو، غنمشيو نشوفو الدراري، غنجبد نشرب الماء عرفتو، راه شحفت ديال المعقول. جينا شفنا القلعة، واخا ما فيها والو ما عجبتنيش أنا، ولكن عجبني هاد الحجر، هاد الديكور ديال الحجر زوين، عجبني بزاف. ما لقينا تما حد بطبيعة الحال. دابا حنا هابطين، لقينا ديك البلاصة، شفنا ديك البلاصة فين كيتصورو مع القرودة، يعني القرودة لهي. غنمشيو عند القرودة نشوف واش تصوروا معاهم شويه، نوري لكم القروده ديال الناظور ديال الريف. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. Story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, واخيرا الاخوان وصلنا لفين كاين القروده. القروده ها هما فين كاينين، هنا هاد البلاصه، داك الشبه منتزه، ماشي منتزه ولكن شبه منتزه. المهم غنمشيو غنشوفو القروده فين هما، غنشوفو نتفرجو ندوزو نهار زوين. الاخوان ها هما القروده، غنحاول نقرب عندهم، ما عرفتش واش غيبانو. ها هو القرد قريد. اهلا القريد. لا زيد زق شارين على ها هما سمعتوا كيدير واحد الصوت. واه
شوفوا شوفوا الاخوان، واحد صغير واحد صغير هنا في الشجره، واحد صغير هنا في الشجره. ها هو ها هو الا شافتنا الوالده ديالو عرفتو كي غاد ودير لينا. فين مشى فين مشى فين هو داك الصغير؟ الله هو يوم مزيان يحوف. لا خافش لا خافش، غادي نشوف بلا طار عليه. ما كيعجبوش داك الشيء، ما كيعجبوش داك الصحراء اقسم بانا والله الا كياكل داك الشيء اللي تحته كارمي الخشا. لا هاي اجي داك وخاف منك. هاك قلت لي اليهودي هاك الديس هاك 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 شبك شبك شوف ايه انا من بنت سيجيب لك هيدا هاك هاك يا صاحبي ترمير مير مير هاك شوف هاك 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 شبرا هاي ذاك شفتي قدي خذاها وهرب خذاها وهرب. المهم الاخوان كما شفتوا شفنا القروده، ضربنا دوره للجبل، تارينا الجبل، مشينا لديك القلعه اللي كيقولوا قلعه ديال السبنيول، ودابا هنايا غادي نسالي الفلوق ديالي. وكنتمنى ان الاعجاب ديالكم هذا الفلوق، وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو الى مازال ما تابونيتوش في لاشين، و حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا باي.